حضرتك قلت لي خطفتني الكوره، حبيت الكوره، فانا هاخد، انا كنت يعني ايه محتاره ابدا منين ولا منين، لان الموضوع فيه عناصر كتير قوي محتاجين نتكلم فيها، والمشهد الرياضي مليء بالحاجات اللي تستحق ان احنا نتوقف عندها. ولكن بمناسبه حبك للكوره اللي بيجري في دمك، بصراحه انت شايف مستقبل الكوره المصريه ازاي؟ بصراحه احنا عايزين نقول الواقع والامال بالتاكيد. المستقبل يعني اكثر اناره واضاءه واشراق بالتاكيد، مع الاخوه حسن، التوام حسن، مع محاولات والجهود المضنيه اللي، لكن المشوار بعيد قوي استاذه، المسافه كبيره قوي، الحاله فيها بون شاسع قوي قوي. يعني هنقدر نوصل، بص بصريح العباره ومن الاخر، هنقدر نوصل لكاس العالم ولا هنكتفي بالتمثيل المشرف؟ هنفضل نفرح بس بالتمثيل المشرف؟ احنا لسه عند التمثيل المشرف، واحنا وانا قلت الكلام ده قبل كده يا اخوه يا افاضل، الكوره بقت صناعه، الكوره بقت علم، الكوره ما بقتش شد حيلك يا بلد. ما عندناش احنا صناعه لا في مصر؟ احنا شوفي الصناعه عايزه فلوس، على قد ما بتدخلها على قد ما بتديكي منتج. احنا زمان هديكي مثل صغير قوي، كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، الله يرحمه، افضل او احد من افضل مدربين مصر على الاطلاق طول تاريخ، مع المعلم، مع الناس كتير، حسن شحاته مع الناس كتير، كان لما بيحب يعلي القوة البدنية العضلية للعيبة بياخدهم ورا الكلية الحربية في صحراء الروبيكي يجريهم في الرمل. احنا كظباط كان طلبة في كلية حربية كنا بنجري المشوار ده بالسلاح بالخوذة 5.5 كيلو في الرمل. دلوقتي العملية ما بقتش كده أستاذ، دلوقتي بقت ايه؟ كل عضلة في الجسم لها قياس ولها إعداد ولها تغذية ولها تدريب، ما بقتش كل في منهج علمي، في اسلوب علمي لازم نتبعه لو احنا عايزين مستقبل الكوره في مصر يبقى في مكان غير التمثيل المشرف. لو احنا عايزين نحاكي الناس بتوع اوروبا، لو عايزين نقرب، لو عايزين نقلص. عشان كده انا ناديت للاخ جمال علام وسياده الوزير والاعلام دي كلها، قلت يا اخوه حسام حسن وابراهيم حسن على راسي من فوق، والناس زي الفل وبتوع عزايم وشحذ همم ومعنويات عاليه، انما ايه المانع ان انت تدبروا له خبير في تقنيه الاحمال علمي درجه دكتور متخصص، خبير تاني علمي في قراءه المباريات، في تحليل المباريات، في تقديم الروشتات البسيطه للراجل المدير الكوتش الواقف. احنا دلوقتي ما ناخد بالعالم بيعمل ايه. لو حضرتك شفتي واحد من افضل مدربي العالم، ان ما كانش اعلامهم، جراديولا بتاع مانشستر سيتي، بياخد برشامه، الحته دي ناقصه، الحته دي زايده، الحته دي عايزه. احنا ما عندناش دي، ما عندناش حد يدي البراشيم دي. الكابتن حسام وابراهيم على عيني وراسي، بس ايه المانع ان انا ازود لهم الصبغه العلميه؟ الكره علم، ما بقتش جدعانه، ما بقتش عفيجه، مش فهلوه. لا لا، الكره علم مش فهلوه، علم. بدليل يعني نقول ايه، الاخو حسن ده، انت هتتكلم في الاخو حسن ده، الاخو حسن من افضل لاعبي مصر، ما كانوش افضل، افضل. طب هنعمل ايه في الخلاف ما بين حسام حسن ومحمد فيدي صلاح؟ هقول فيدي، انما انا عايز يعني هديكي مثل. مورينيو من افضل مدربين العالم، ما لمس كوره، ما يعرفش يعني ايه كوره، ما لعبش، كان مترجم بس، كان مترجم مع اساتذه اديله الفكر، فلقط وشرب الصنعه، شرب الصنعه، بقى مدرب عالمي.